صلوا بينا على النبي. وبيبدأ المسلسل مع الشاب بين اللي بيروح المطعم ومعاه الكلب بتاعه، وبيظهر ان البنات كلها كانت بتبص له معجبين بيه، وبيكون بين شاب انطوائي مش بيعرف يتعامل مع البنات، وبتفتكر المصطفى انه بتجاهلها وبتقول لصاحبتها انه غبي. وبيبدأ بعدها بين يفتكر اللي حصل معاه من فترة، وبنعرف انه كان معجب بزميلته في الجامعة وخايف يعترف لها بمشاعره، وبيكون صحابه عايزينه يتغلب على خوفه وبيفضلوا يشجعوه وبيعرفوه انه لو اعترف لها بمشاعره هتوافق تكون حبيبته. وبعد ما بين بيقول لهم انه هيروح لها وبيمشي، بيبدأ وقتها يخاف كالعادة ومش بيعرف يعترف لها بمشاعره، وبتكون زميلته ملاحظة انه متوتر وبتفضل تهزقه. وبيلاقي بعدها الطلبة بدأوا يتكلموا عنه في جروب الجامعة وبيقولوا عليه غبي. وبنرجع بعدها للوقت الحاضر، وبنشوف بين راح لصحابه وبيتكلم معاهم، وبنعرف ان هما كمان ما عندهمش حبيبة وفاشلين في حياتهم. وفي الوقت ده بنشوف البنت جيزو كانت بتكلم مع حبيبها في الموبايل اللي بيقول لها انه تعبان مش هيقدر يقابلها. وبعد ما حبيبها بيقول لها انه هيكلمها في وقت تاني وبيقفل المكالمة، بيظهر ان جيسو كانت قاعده في بيته وعامله له مفاجاه. وبتلاقي بعدها دخل البيت وبيكون معاه بنت جميله، وبتعرف وقتها انه بيخونها وبتكون عايزه تمشي. وساعتها حبيبها بيوقفها وبيفضل يهزقها علشان جت لبيته، وبيقول لها بعدها ان هما لازم ينفصلوا. وبعد لحظات بنشوف جيسو راحت تتكلم مع صاحبتها وبتكون متضايقه، وبتعرف ان حبيبها بيخونها وانفصلت عنه. وبنشوف بعدها بن كان بيصور اعلان للتطبيق اللي عمله هو وصحابه، وبيقول ان التطبيق بتاعهم هيساعد الناس اللي بتربي الحيوانات في البيت. وفي تاني يوم بنشوف بين وصحابه راحوا لمدرس خاص بالعلاقات العاطفية، وبيكونوا عايزين يبقوا اجتماعيين ويلاقوا البنت اللي هيفضلوا معاها. وبعد المدرس بيقول لهم ان ثمن الدرس هيكون بمليون للشخص الواحد، بيقرروا بعدها ان هما يمشوا وبيعرفوا ان ما عندهمش فلوس. وبنشوف بعدها صديق بين بدأ يتكلم معاهم وبيقول لهم مش لازم يتعلموا مع بعض، وان الشخص اللي هيتعلم مع المدرس يعرفهم بالحاجات اللي اتعلمها. وبعد ما صحابه بيوافقوا على كلامه وبيقرروا يلعبوا لعبة الحظ، بيكسب وقتها صديق بين التاني وبيكون مبسوط علشان هيتعلم مع المدرس. وفي الوقت ده بنشوف جيسو كانت ماشية مع صاحبتها، وبنعرف انها تنتقل للعمارة اللي قاعد فيها بين بسبب شغلها. وبعد ما الصندوق بيقع من ايد جيسو وبتيجي الكرة بتاعتها ناحية الكلب، بيكون بين محرج يروح يديها الكرة وبيقرر يرميها. وساعتها جيسو بتنط علشان تاخد الكرة، لكنها بعدها بتقع على الارض وبتكون محرجة من اللي حصل. وبيكون بين شايف اللي حصل وعايز يروح يطمن عليها، بس جيسو بتطلب من صاحبتها تقول لهم يمشوا من المكان. وبعد بين وصاحبه بيمشوا، وبتبدأ جيسو تتكلم مع صاحبتها، بتقولها ان ما عندهمش اخلاق وكان لازم يطمنوا عليها الاول. وفي تاني يوم بتكون جيسو ماشية وبتتقابل مع بين اللي بيكون مستغرب جدا وبيقول انه شافها قبل كده. وبيبدا بعدها بين يفتكر لما كان طالب في ثانوي، وبنعرف انها البنت اللي كان معجب بيها من طرف واحد. وبيلاقي بعدها جيسو بدات تتخانق معها علشان مشي امبارح، وبتطلب منه يتاسف لها بسبب اللي عمله. وبعد ما بين بيعتذر لها وبيروح يتكلم مع اصحابه، بيعرفهم وقتها ان جيسو هي البنت اللي كان معجب بيها وهو في المدرسه. وساعتها صاحبه بيتنازل على اخذ الدروس مع المدرس، وبيقول لبين انه يقدر ياخد الدروس مكانه. وبعد ما بين بيروح للمدرس وبيكتب شويه معلومات عنه في ورقه، بيلاحظ المدرس انه انطوائي مش بيعرف يتعامل مع البنات. وبنشوفه بعدها اخده للمطعم وبيعرفه على اصحابه البنات اللي بيتعلموا معاه، وبيكون عايز يتغلب على خوفه ويتكلم معاهم. وبيكون بين محرج من اللي حصل وبيبص ناحيه الارض، لكنه بعدها بيقرر يتغلب على خوفه ويتكلم مع زميلته. وبعد ما المدرس واصحابه البنات بيودعوه وبيمشوا، بيلاحظ بين انه شاف جيسو كانت خارجه في موعد مع شاب. وبتكون جيسو منهارة بسبب انفصالها عن حبيبها، وبتفضل تحكي للشاب قصتها، لكنه بيكون متضايق من طريقة كلامها عن الرجالة وبيقرر يمشي. وساعتها جيسو بتلاقي بين كان قاعد لوحده وبتروح تقعد معاه، وبيلاحظ بين انها مش في وعيها وبيعرض عليها يوصلها. وبعد ما جيسو بترفض طلبه وبتقوله انها تعرف تمشي لوحدها، بيلاحظ بعدها بين انها كانت ناسية الموبايل بتاعها. وفي تاني يوم بيكون بين في شغله وبيلاقي حبيبها الأول كلمها في الموبايل، وبيعرف من كلامه انه عايز يرجع لها وبيعتذر لها. وفي الوقت ده بنشوف جيسو كانت بتتكلم مع صاحبتها اللي بتقولها ان في حد كلمها في الموبايل وقال لها ان موبايل جيسو معاه. وبعد ما جيسو بتروح للمكان اللي قالت لها عليه صاحبتها علشان تاخد الموبايل، بتعرف ان موبايلها كان مع بين وبتشكره. وساعتها جيسو بتعتذر له لو كانت ضايقته امبارح وهي مش وعيها، بس بين بيقول لها انه ما حصلش حاجه وبتفهم موقفها. وما بين بيعرفها ان حبيبها السابق كلمها في الموبايل وكان عايز يرجع لها، بيلاقيها بعدها بدات تعيط وبتكون منهاره. بعد لحظات بيكون بين ماشي مع صحابه، بيلاقي مديرة جيسو كانت بتعلق ورق على الحيط، وبيعرفوا منها ان هم عايزين حد بيربي حيوان يصوروا معاه مقابلة. وبيكونوا صحاب بين عايزين يروح يصور المقابلة بسبب ان عنده كلب، وبيعرفوا انه هياخد فلوس كتير لو عمل المقابلة. وما صحابه بيلاقوه كان رافض ومش عايز يعمل المقابلة، بيفضلوا يقولوا له انه هيشتغل مع جيسو وهيعرف يقرب منها. وفي تاني يوم بنشوف بين راح يتكلم مع المدرس بتاعه اللي بيفضل يشرح له دروس عن التعامل كالعادة. وبعد ما بين بيلاقي جيسو كلمته في الموبايل وبتتكلم معاه عن المقابلة، بيقول لها وقتها انه موافق وبيحدد ميعاد المقابلة. وبنشوف بعدها بين خرج مع جيسو وبيبدأوا بتصوير المقابلة، وبيبدأ بين يحكي عن نفسه وعن الكلب بتاعه. وما جيسو بتقوله انها تعمل مقابلة مع الكلب وبتبدأ تقلد صوت الحيوانات،
بيبدأ بين يضحك عليها وبيرش المية على وشها، وساعتها بين بيعتذر لها على اللي حصل وبيكون عايز يروح يقبلها منديل، لكن وقتها بيوقع المشروب على لبسها وبتتخانق معاه، وبتفضل بعدها جيسو ماشية وراها وبتكون محرجة الناس تشوفها، بس وقتها بتلاقي حبيبها السابق كان ماشي وبتطلب من بين يتصاهر من حبيبها، وبيكون بين مستغرب من اللي حصل ومش فاهم حاجة، بس بعدها بيبدأ يتصاهر من حبيبها وبيهزأ حبيبها السابق، وبعد ما حبيبها بيسيب المكان وبتطلب من بين يخليها تمشي، بيقول لها بين إن حبيبها ممكن بيراقبهم وبيقرر يوصلها، وبيصار وقتها إن صحابه كانوا شايفينه ماشي معاها، وبيفتكروا إن بين وجيسو بدأوا يحبوا بعض، وفي الوقت ده بنشوف جيسو بدأت تتكلم مع بين وبتعرفه إن هما منهوش تصوير الحلقة، وبتطلب منه يتقابلوا تاني علشان يصوروا معاه، وبعد ما بين بيروح يتكلم مع المدرس بتاعه في الموبايل وبيعرفه باللي حصل، بيروح بعدها يقابل جيسو في سطح المبنى وبيتكلموا مع بعض، وبنشوف بعدها بين راح يتكلم مع المدرس بتاعه وبيعرف إنه بيتوتر في كل مرة ومش بيعرف يتكلم معاها، وساعتها المدرس بيفكروا بالدروس اللي اتعلمها عن العلاقات العاطفية، وبيقولوا لازم يحاول أكتر من مرة علشان تعجب بيه، وبعد بين بيروح يتكلم مع جيسو وبيحاول يضحكها، بتكون جيسو شايفاه حد غبي وبتمشي من المكان، وفي يوم بتكون جيسو في شغلها وبتتكلم مع صاحبتها عن بين وبتعرفها إنه حد لطيف وبتكون مبسوطة وهي معاه، وبتلاقي وقتها حبيبها السابق كلمها في الموبايل، لكنها بترفض ترد عليه وبتقول لصاحبتها إنه عايز يرجع لها، وبتلاقي بعدها بعت لها رسالة وبيقولها إنه في المستشفى وبيفضل يتركها علشان تخرجه من المستشفى، وبتكون جيسو فاكراها تعبان جدا وبتقرر تروح تساعده، وبتبعت رسالة لصاحبتها علشان تروح المستشفى معاها، وبعد ما جيسو بتعرف إنها بعتت الرسالة بالغلط لبين وبتكون متوترة، بتقول له بعدها إنه عارف كل حاجة عن علاقتها بحبيبها وبتطلب منه يروح معاها للمستشفى، وأما جيسو بتلاقيه مردش عليها وبتروح تتكلم معاه، بتطلب منه يتصاهر من حبيبها تاني علشان حبيبها يسيبها، وبنشوف بعدها بين راح يقعد لوحده وبيفضل يفكر في كلامها، بس بعدها بيلاقي صحابه وجم يدوه لبس علشان يروح معاه للمستشفى، وفي الوقت ده بنشوف جيسو راحت لوحدها للمستشفى وبتلاقي حبيبها كان عارف يمشي، وبتعرف وقتها انه بيضحك عليها وبتتخانق معاه، وما حبيبها بيقول لها انه بيعمل كده علشان يرجع لها وبيطلب منها تسامحه، بتقول له جيسو انها تبلغ عليه البوليس لو حاول يكلمها تاني، وبعد ما جيسو بتخرج من المستشفى وبتكون متعصبه، بتلاقي بين كان مستنيها وبيقرروا يخرجوا مع بعض، وبنشوف بعدها بين بدا يحكي لها عن نفسه وبيعرفها انه كان معجب بزميلته في الجامعه، لكنها كانت بتتجاهله ورافضه تكون حبيبته، وساعتها جيسو بتقول انها معجبه بيه وبتكون مش وعيها، لكنه لما بيطلب منها تكون حبيبته بترفض ومش بتوافق، وفي تاني يوم بيصحى بين وبيبدا يتكلم مع اصحابه اللي بيعرفوه ان امبارح كان مش وعي وفضل يترجى جيسو تكون حبيبته، وبيكون بين متضايق من اللي حصل وبيروح يبلغ المدرس انه عايز يوقف الدروس اللي بياخدها، بس المدرس بيقوله انه في طريقه تانيه علشان يخليها تعجب بيه، وبعد ما المدرس بيعلمه ازاي يتعامل معاها وبيقوله يتجاهلها، بيبدا بين ينفذ كلامه وبيبدا يتجاهلها، وبنشوف بعدها بين كان بيتكلم مع جيسو في الشغل، وبيجي صاحبه يعرفه ان حبيبته الاولى مستنياه وعايزه ترجع له، وبنعرف وقتها ان اللي حصل جزء من الخطه بتاعت المدرس اللي كان بيقوله انه هيبعت له واحده من البنات تمثل انها حبيبته، وبعد ما بين بيروح لسطح المبنى علشان يقابل حبيبته المزيفه، بيلاقي المدرس كان متنكر على شكل البنت وبيستغرب من اللي حصل، وساعتها المدرس بيقول له ان صحابه البنات عندهم شغل مش هيعرفوا يمثلوا، وانه بعدها اضطر يتنكر على شكل البنت علشان تنجح الخطه اللي عملوها، وفي الوقت ده بنشوف جيسو بدات تتكلم مع صاحبتها وبتكون غيرانه عليه، وبتقرر بعدها تراقبه وبتروح لسطح المبنى، وما جيسو بتروح تشد البنت من شعرها وبتقول لها تبعد عنه، بتعرف وقتها انه كان بيتكلم مع الراجل وبيضحك عليها، وبعد ما بين بيحاول يشرح لها اللي حصل وبيقول لها انه المدرس بتاعه، بتكون جيسو مش مقتنعه بكلامه وبتمشي، وفي تاني يوم بنشوف جيسو كانت بتتكلم مع صحابها البنات اللي بيعرفوها ان بين مهتم بيها وباين عليه بيحبها، وبتكون جيسو متضايقه من حبيبها السابق ومش عايزه تدخل في علاقه حب تانيه، بس بتلاقي صحابها كانوا بيقولوا عليها غبيه وتخليه يبعد عنها، وبعد لحظات بنشوف بين راح لجيسو وبيكون عايز يتكلم معاها، لكنها بتتجاهله كالعاده وبترفض تتكلم معاه، وبيفضل بعدها بين قاعد مع نفسه منهار من اللي حصل، وبيكون صحابه ملاحظين اللي حصل بيشجعوه يروح يعترف لها بمشاعره، وبيبدا وقتها بين يفتكر لما كان بيحبها من طرف واحد في المدرسه، وبنعرف وقتها انه كان كاتب لها رساله وخاف يديها لها، وبعد ما بين بيكتب على الرساله شويه حاجات تانيه وبيقرر يعترف لها بمشاعره، بيخاف بعدها يديها رساله للمره التانيه وبيفضل قاعد مع الكلب بتاعه، وفي الوقت ده بنشوف جيسو كانت بتشوف صورها مع صاحبتها لما كانت في ثانوي، وبتلاقي بين كان ظاهر في الصوره وبتبقى مستغربه، وفي تاني يوم بيكون صديق بين في المكتب وبيلاقي الرساله اللي كتبها بين، وبيعرف وقتها انه خايف يعترف لها بمشاعره للمره التانيه، وبيلاقي ساعتها جيسو ظهرت وبتساله عن مكان بين، وبيعرف انه منهار وقاعد في سطح المبنى، وبعد ما صديقه بيديها الرساله اللي كان كاتبها وبيطلب منها تشوفها قبل ما تروح له، بتعرف وقتها جيسو انه كان بيحبها من فتره كبيره وخايف يعترف لها بمشاعره، وبتكون جيسو حاسه بالذنب علشان بتتجاهله وبتقرر تروح تعترف له، وبتلاقي وقتها كان عايز يخلص على نفسه وبتعتذر له، وما بين بيقول لها انه كان عايز يشوف عامل التوصيل ومش عايز يأذي نفسه، بتبدا جيسو تتخانق معاه كالعاده وبتقول انها كانت خايفه عليه،
وبعد ما جيسو بتعترف له بمشاعرها وبيقولها انه كمان بيحبها، بيقرروا بعدها يفضلوا مع بعض وما يسيبوش حاجة تفرقهم. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.